تبقى الشهرة حلم الكثيرين، ومن الناس من يصل إليها ويجني ثمارها، لكن هناك العديد لم ينصفوا إلا بعد موتهم. اخترت لكم 7 نالوا شهرة واسعة لكن اشتهروا بعد انقضاء أعمارهم. ولد هيرمان ميلفيل سنة 1810 ببيل ستريت بمانهاتن بمدينة نيويورك، ومات سنة 1891 بنفس المدينة. هيرمان كان شاعرا وكاتبا وروائيا، قد طواه النسيان عند موته، لكن انبعثت شهرته كطائر الفينيقي من رماده في سنوات العشرينات من القرن المنصرم، وذلك بفضل رائعته الموبيديك. وهذه الرواية الموبيديك تروي قصة البحار أشاب المهووس بالقبض على حوت أبيض كبير اسمه موبيديك الذي قضى رجله. نالت الرواية التاريخية شهرة واسعة وتم تحويلها إلى أفلام، واشتهرت شهرة عالمية بعد موت هيرمان ميلفيل. ولد الأب والراهب ميندل سنة 1822 بالإمبراطورية المجرية النمساوية، ومات سنة 1884. يعتبر ميندل هو أب علم الوراثة، أجرى العديد من التجارب وخاصة على البازلاء، فاكتشف قوانين الوراثة الأساسية. نشرت أبحاثه سنة 1860 لكن لم تلقى الاهتمام اللائق بها إلى غاية 1900، فاعترف له بفضل مساهماته في علم الوراثة واشتهر باسم قانون ميندل الذي خلده بعد موته. اشتهر لوفكرافت برائعته كابوس إنسموث، وهي رواية رعب وخيال نشرت سنة 1936 أي سنة واحدة قبل موته. يعتبر لوفكرافت الذي ولد سنة 1890 بولاية رود آيلاند الأمريكية واحدا من أعظم كتاب الرعب والخيال. قال فيه الكاتب الشهير ستيفن كينغ صاحب الروائع أنه يعتبر واحدا من أكبر من ألف في أدب الرعب الكلاسيكي في القرن العشرين. اشتهر كثيرا لوفكرافت لكن بعد الموت. الروائي والكاتب والشاعر والناقد إدغار آلان بو اشتهرت أعماله وذا عصيت في الآفاق، عاش حياة بائسة، هجر أبوه الأسرة وماتت أمه وهو صغير، وتعاطى الخمر بإفراط. يعتبر رائد أدب الرعب القطي. اشتهرت أعماله وخاصة رواية القط الأسود بعد موته الغامض. ولد سنة 1809 ببوسطن ومات بطريقة مريبة غامضة سنة 1849 ببالتيمور. غاليليو غاليلي عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي، ولد في بيزا في إيطاليا سنة 1564. نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية، فقام أولا بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة، فأثبت أن الأرض ليست ثابتة وأنها تدور حول الشمس، فأثار غضب كنيسة الكاثوليك. تعرض للمحاكمة سنة 1616، تهم بالهرطقة وحكم عليه بالسجن، وفي اليوم التالي خفف الحكم إلى الإقامة الجبرية وتم منعه من مناقشة تلك الموضوعات، وأعلنت المحكمة بأن كتاباته ممنوعة. في عام 1741 صدر تصريح من البابا بنديكت الرابع عشر بطباعة كل كتب غاليلي، وفي عهد البابا بيوس السابع عام 1822 أصدر تصريح بطباعة كتاب عن النظام الشمسي لكوبرنيكوس وأنه يماثل الواقع الطبيعي. سنة 1939 قام البابا البيوس الثاني عشر بوصف غاليلي بأنه أكثر أبطال البحوث شجاعة، لم يخشى من العقبات والمخاطر ولا حتى من الموت. وفي سنة 1992 قام البابا يوحنا بولس الثاني باعتذار من الفاتيكان على ما جرى لغاليلي أثناء محاكمته، وأعاد الفاتيكان في 1992 لغاليلي كرامته وبراءته رسميا، وتقرر عمل ثمتال له. وفي ديسمبر من 2008 أشاد البابا بنديكتوس السادس عشر بمساهمته في علم الفلك أثناء احتفالات الذكرى 400 لأول تلسكوب لغاليلي. ولدت الفتاة سنة 1929 في ألمانيا تحت حكم جمهورية فيمر. عاشت معظم حياتها في هولندا وماتت سنة 1945 بألمانيا النازية. هاجرت أسرتها اليهودية من فرانكفورت إلى أمستردام سنة 1933 هربا من اضطهاد النازيين لليهود. سيلقى القبض على الأسرة وترسل إلى معتقل للنازية ببيرغن بيلسن، وهناك ستموت الفتاة آن فرانك بعد 7 أشهر بعد إصابتها بمرض التيفوس.
النفوس. عرفت آن فرانك بمذكراتها التي وصفت فيها معاناة اليهود مع المعتقل، واشتهرت هذه المذكرات بعد وفاتها عن سن 16 سنة. ولد الرسام التاريخي سنة 1853 بجروت زندرت بهولندا، ومات سنة 1890 بفرنسا في السن 37 فقط. مات منتحرا بعد أن أطلق النار على نفسه، أما أذنه المبتورة فتلك قصة اختلفت فيها الروايات، والراجح أن الرسام الموهوب كان يعاني من اضطرابات نفسية. أعماله تعد بالمئات، لكنها لم تنل حظها من الاهتمام في حياة فانسنت فان جوغ. وفي سنة 1930 في متحف الفنون الجديد بنيويورك جذبت أعمالهم 120,000 من الزوار ليكتشف العالم موهبة لم يقدرها حية فانبهر بها وهي ميتة. انتهت حلقة اليوم من المفاتيح السبعة. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى الإعجاب والاشتراك والنشر. مصادر المعلومة تجدونها أسفل الفيديو. أي تعليق أو سؤال فمرحبا. صاحب المفاتيح السبعة يحييكم، إلى اللقاء.